صنعاء القديمة بالنسبة لي مش مجرد مدينة عادية، هذه المدينة اللي أنا ولدت فيها ومن حين ما خلقت بين أتمشى في شوارعها وبين ألعب فيها. معي ذكريات داخل المدينة هذه خيرات، ذكرياتي أنا لما كنت ألعب أنا وصحباتي داخل الشوارع، نلعب غميضة ملاحقة. المدينة هذه فيها حاجة ثانية مش موجودة في بقية مدن اليمن، يكفي إنه الصباح فيها حاجة ثانية. يا فارق تبدأ تشوف المحلات تفتح، أصحاب البهارة يفتحوا، القهوات والسماسر يفتحين. تسلم على الناس اللي بيبكروا من الصباح، الناس اللي أعمارهم كبيرة، الناس اللي بيقوموا الصباح ويدعوا يا فتاح يا علي. الحالة في صنعاء القديمة أني مش بس مجرد مدينة بيوتها قديمة ولها تاريخها، هذه المدينة من زمان معروفة أنها كانت سوق تجاري. قوي بتذكرني بأكلة معروفة اسمها السلتة. السلتة هذه بنحط فيها لح، بنحط فيها خضروات، بنحط فيها حلبة. لما بنجي بنقدم أكلة السلتة بتجي فيها من كل لون. فيها من كل حاجة زي صنعاء القديمة. لما بنتمشى في صنعاء القديمة مش زي ما لما بنتمشى في بقية الشوارع، لما بنتمشى فيها بالغصب ترفع راسك لفوق وتجلس تتأمل المباني الذي فيها، النقشات، القمريات، الأبواب القديمة، الطيقان، فيها قصص الذي وارث البيت هذا من جده ومن أجداد أجداده. الكل متمسك ببيته الذي في صنعاء القديمة، ما هوش مجرد بيت، هذه قصة جالسة نتوارثها. مشتاق يا صنعاء وشوق قهار. أنا صدق أتمنى أنه صنعاء القديمة ترجع زي ما كانت، زي ما كانت مليانة سياح مليانة حياة.